السلام عليكم. إبداعات الصينيين مستمرة في مجال الأجهزة الذكية وبقوة، خصوصا في مجال هواتف الجيمينج. هذا النوع من الأجهزة موجه خصيصا لفئة من المستخدمين تحاول تحصل على كل وأفضل مواصفات وعتاد بالجهاز اللي تستخدمه. وبعد ما أعلنت إيزوس عن الهاتف الأسرع والأقوى بالعالم الـ ROG 3 ودخول لينوفو على الساحة بالليجون جيمينج وسبقتهم الـ ZTE بالريد ماجيك 5G، بدت نار الغيرة تاكل شاومي أكل، لأن أخبار اليوم تأكد استعدادها للإعلان عن جيل محسن من جهاز الوحش البلاك شارك 3 برو، هو البلاك شارك 3S. أنا محمد وأهلا بكم في فيديو اليوم عن البلاك شارك 3S، ظلوا وياي. اللغة التصميمية لعائلة البلاك شارك مميزة جدا وتجذب عشاق الجيمينج بخليط من الزجاج والألمنيوم، وحرف الأس أيضا موجودة بمنتصف ظهر التليفون وبأضاءة LED متغيرة الألوان، وبيت مثلث بالظهر بثلاث كاميرات أيضا. وبنفس الجيل السابق راح يكون موجود أزرار فعلية على حواف التليفون مثل الشفتات أو الإير تريكرز، لكن الشاشة وبحسب الأخبار راح تسحق كل أجهزة الجيمينج اللي موجودة حاليا على الساحة. البلاك شارك 3S راح يكون به شاشة OLED من أجمل الشاشات الموجودة على الهواتف المحمولة، وبمقاس عملاق ب 7.2 إنش، بريزوليوشن هو من الأعلى من أي هاتف جيمينج آخر موجود بالسوق، الكواد HD Plus أو 2K، وبرفرش ريت 120 هيرتز، وبمعدل استجابة لللمس 270 هيرتز، مع دعم الشاشة لتقنية الـ HDR 10 Plus والـ DCI B3 Color Gamut. كل هذا يخلي شاشته من الأفضل بمجال الجيمينج، بس شاومي مكتفت لهنا لأن راح تستخدم أتات هو من الأقوى بالعالم. الرئيس التنفيذي لبلاك شارك غرد على مواقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو وقال: حدث الكثير في الأيام الماضية وبيها رسالة مبطنة عن الـ ROG 3 واللينوفو ليجن جيمينج. وبحسب أغلب الخبراء والمحللين أن الرئيس التنفيذي يقصد بكلام هذا أن البلاك شارك 3S راح يجي بالمعالج الأحدث والأقوى لسناب دراجون 865 بلس. وإذا نرجع بق شوية خصوصا العام الماضي، فراح نشوف أن البلاك شارك 2 إجا بالسناب دراجون 855 والبلاك شارك 2 برو إجا بالسناب دراجون 855 بلس. عموما هذه النسخة من المعالج هي الأقوى، توعدنا بتقديم أداء عالي تحت أي حمل وقوة. طبعا جانب آخر مهم للبلاك شارك لكن ما واضح معالمه لحد الآن هو البطارية، اللي متوقع أن تكون ب 5000 ملي أمبير. وبما أن الجيل الحالي لبلاك شارك 3 برو أجى بسرعة شحن 65 واط وصاحبها إعلان شاومي عن تقنية الشحن السريع 120 واط، فنتوقع أن نشوف هذه القوة بهذا الجهاز. ونتأكد الأمر فراح يكون الهاتف الأسرع بالعالم من حيث سرعة الشحن. أما التفاصيل الأخرى كالكاميرات والسعر لحد الآن غير متوفرة تفاصيل واضحة عنهم، وشاومي حتى تنافس كبار اللاعبين لازم تخلي في عين الاعتبار سعر الهاتف، خصوصا بعد ما شفنا الانتقادات الكثيرة اللي صاحب السعر جهاز الأزوز ROG 3 بالمقابل المديح الكثير بسعر هاتف الليجن جيمينج. فلازم إن شاومي تلعب على هذا الوتر حتى تضمن مبيعات قوية وتضيق الخناق على الجميع. لهنا شباب وخلص فيديونا، ملتقانا فيديو قادم. شكرا لكم لحسن متابعتكم ونشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. في أمان الله.